السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من باب البحرين وفعاليات وفقرات جديدة نسعى دائما لأن نكون من خلالها أكثر قربا منكم. حياكم الله. بهدف تعزيز المواطنة وغرس الهوية الإسلامية العربية البحرينية وروح الانتماء لدى الشباب وتعزيز النهج الديمقراطي والفكر المنفتح وقبول الآخر وتنمية روح الفريق الواحد بين أبناء الوطن وكذلك صقل القدرات واكتشاف المواهب الثقافية والاجتماعية والرياضية لدى المشاركين، انطلقت منذ فترة قريبة فعاليات المعسكر الصيف السابع للأكاديمية الملكية للشرطة. تفاصيل في هذا التقرير والزميلة إسراء عبيدات. انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على إعداد جيل من الشباب الواعد، انطلقت فعاليات المعسكر الصيفي السابع للأكاديمية الملكية للشرطة الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع تمكين، والذي استهدف أكثر من 1200 مشارك من الجنسين، حيث يعتبر المعسكر من البرامج التي تسعى وزارة الداخلية من خلاله إلى التواصل مع المجتمع وتنمية الشباب بصفتهم الشريحة الأكبر في المجتمع البحريني، حيث حقق المعسكر نقلة نوعية سنة تلو أخرى في مضامين أنشطته وفعالياته العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، وتمكنه من ترك بصمات إيجابية واضحة للعيان في نفوس الطلبة، جاءت نتيجة للرؤية الثاقبة المتجددة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، الحافة على استثمار طاقات الشباب وتنمية مواهبهم ضمن برنامج هادف وطموح يواكب تطلعاتهم ويوافق أفكارهم لإكسابهم المهارات الحياتية الضرورية التي تمكنهم من شق طريقهم نحو المستقبل بكل ثقة واقتدار. يهدف المعسكر إلى تشجيع الطلاب على خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره، كما أنه يعد تواصلا للجهود التي تبذلها الوزارة لتنمية القدرات الذهنية والبدنية والنفسية لشباب الوطن وتوجيه طاقاتهم نحو ما يحقق لهم ولمجتمعهم الخير والمنفعة العامة، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالولاء والانتماء بالمواطنة لديهم. اشتمل برنامج المعسكر الصيفي على عدة فعاليات منها محاضرات تثقيفية وورش عمل وبرامج تطبيقية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية وبرامج ترفيهية، وتم التعاقد مع عدة جهات تقوم بتدريب المشاركين ومنحهم شهادات معتمدة من قبلها، وتم التعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية لتقديم دورات تعليمية وتدريبية للمشاركين للتعرف على أساسيات الحاسب الآلي وبرنامج أمن المعلومات وبرنامج للوسائط المتعددة
المتعددة والتكنولوجيا، ويشمل برامج التصميم والمونتاج والمواقع الإلكترونية، إلى جانب برنامج متكامل عن القيادة وبرامج بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للمرأة. انطلقت فعاليات معسكر الأكاديمية الملكية للشرطة الصيفي الذي تنظمه الأكاديمية للعام السابع على التوالي، ويعد هذا المعسكر تواصلا للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية الموقرة لتنمية القدرات الأهلية والبدنية لشباب الوطن وتوجيه طاقاتهم نحو ما يحقق لهم ولمجتمعهم الخير والمنفعة العامة، بالإضافة إلى تعزيز الشعور بالولاء والانتماء بالمواطنة لديهم. وللمزيد من التفاصيل، تفاصيل هذا المعسكر معنا في الاستوديو النقيب عبد العزيز الدوسري، ضابط الارتباط والإشراف العام للذكور، والنقيب العنود البن علي، ضابط الانضباط والإشراف العام للإناث. حياكم الله، مرحبا، وشكرا لوجودكم معنا. بداية نقيب عبد العزيز، اليوم احنا نتكلم عن النسخة السابعة من هذا المعسكر، شو يمثل لكم ذلك؟ طبعا بداية لابد ان نذكر نقطة مهمة، هي ان فكرة المعسكر الصيفي انطلقت فكرتها من سيدي سمو ولي العهد كبداية، بطلب او بضرورة طلب برامج تربوية وتعليمية وتدريبية تخدم قطاع الشباب، وتم توجيه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية بالتعاون مع تمكين. ولا يخفى على الجميع أن بداية يعني كان هناك في يعني مثل ما تقول صعوبة في يعني الإشراف على هذا البرنامج بسبب الفئة العمرية اللي يعني راح يطبق عليه هذه البرنامج، ولكن بعد تأهيل طاقم العمل على أو تدريب طاقم العمل على الإشراف على هذه الفئة، تم ولله الحمد تطبيق هذه الفكرة على الواقع، وإحنا الآن لله الحمد العام السابع على التوالي في مجال المعسكر الصيفي. فالمعسكر الصيفي طبعا فكرته هي أن هي تخدم فئة الشباب، وفي نفس الوقت ترتقي بقدراتهم الذهنية والفكرية لما يعود على المجتمع بشكل عام. جميل، ننتقل من الذكور إلى الإناث. يعني اليوم كلمينا عن مشاركة الطالبات، خصوصا وإحنا نتكلم عن سنتين اليوم من المشاركة، شو شفت التفاعل، شو شفت الحضور، التعاطي مع البرنامج بشكل عام من قبل الطالبات؟ بشكل عام ممتاز جدا، الطالبات المشاركات متفاعلين في البرنامج من خلال أهم يعني ملامح ذي التفاعل وين شفتي؟ تشوفها في حماسهم، في تفاعلهم، في اندماجهم في البرامج، تحس أنهم قاعدين يطورون من نفسهم ويستفيدون، إلى جانب إشادة أولياء الأمور بتغيير سلوك وانضباط ومهارات بناتهم المشاركات في البرنامج، وحماسهم للالتحاق بالبرنامج في السنوات المقبلة. فيعني تفاعلهم ممتاز جدا. تحسين انهم رقم صعب؟ شلون رقم صعب؟ رقم يعني رقم صعب نقيب عبد العزيز، يعني يعني خليني اسالك انت ك يعني ضابط مشرف على الذكور، تحس الاناث اصبحوا يعني اصبحنا يمثلنا رقم صعب من حيث الحضور كمنافس ايضا للذكور؟ بالضبط مثل ما تفضلت،
الرقبة موجودة وتم عمل زيارة لهم يعني. فعلا أنا مشرف على الذكور، ولكن أنا بشكل عام أمر على على جميع المعسكر. فبين حماس العنصر النسائي، وفي نفس الوقت يحاولون أن يشاركون في جميع، ينافسون الشباب بالضبط الذكور. جميل. يعني يحاولون أن هم ينافسون في جميع المجالات. طيب نقيب عبد العزيز، خلنا احنا نذكر بأهداف المعسكر. طبعا الأهداف، أبرز الأهداف، أبرز الأهداف طبعا هي أهداف المعسكر كثيرة أمانة، وترتكز الأهداف على المشاركين. يعني فمن أهم الأهداف هي تعزيز المواطنة. نعم. وتنمية روح الانتماء. جميل. وفي نفس الوقت من ضمن الأهداف اللي هي تنمية قدراتهم الذهنية والفكرية واكتشاف المواهب لما يعود على المجتمع. وأيضا من ضمن الأهداف أيضا تحصين هذه الفئة من الشباب. نعم. من آفات الجريمة والانحراف. وأبرز بعد هذه الأهداف اللي يسعى لها المعسكر الصيفي أيضا تعزيز الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال وضعهم في برامج يتمكنون من خلالها ترك بصمة في المجتمع. جميل. وهذه جميل. يعني الأشياء اللي نسعى لها من خلال هذه الله يوفقكم إن شاء الله. النقيب العنود، لما تتكلم عن معسكر صيفي وبالنسبة للإناث يعني معناته أنشطة صيفية، وقد يعني يتخيلها الواحد أجواء قاسية إلى حد ما، شو شفتوا أنت وتقبل أولياء الأمور لفكرة هذا المعسكر خصوصا بالنسبة حق الإناث؟ بالنسبة حق الإناث احنا عدنا برامج مخصصة لهم تتناسب مع ميولهم مع قدراتهم البدنية والذهنية وبما يناسب. لا انا باي حق الخصوصيه طبعا اللي تتسمى بها البرامج الموجهه حق الاناث، ولكن انا اتكلم على مستوى اولياء الامور شلون هم كانوا متقبلين الفكره. بالعكس، متقبلين جدا. جميل. وطبعا احنا على اتصال دائم باولياء الامور من خلال المكالمات الهاتفيه، من خلال طبعا نقابلهم في وقت استقبال التلميذات كل يوم في الصباح، ونلاقيهم في المساء لما نسلمهم بناتهم. نعم. فيشكرون ويشيدون بالبرنامج ويشكرون ان احنا قاعدين نعد برامج مفيده لبناتهم يستغلون فيها اوقات الفراغ خلال فتره الصيف. جميل. نقيب عبد العزيز، كلمنا عن طبيعه البرامج المقدمه للجنسين، نفصل بها شوي. طيب بالنسبة حق البرامج متعددة وكثيرة أمانة وفي مختلف المجالات، يعني في محاضرات تثقيفية وتوعوية، وفي نفس الوقت في محاضرات دينية وصحية. من ضمن المحاضرات التثقيفية في الثقافة، أعتقد أن في محاضرات مشتركة حق الجنسين وفي بعدين تمايز. يعني هما يعني الإناث طبعا منفصلين عن البرامج، منفصل عن نفس الشيء ولكن منفصلين، يعني ما في دمج بين الإناث وبين الذكور. يعني حتى على مستوى الأنشطة الرياضية، حتى على مستوى الأنشطة هي الرياضية نفس البرامج الموجهة حق الجنسين. بالضبط، ولكن طبعا منفصلين، يكونوا منفصلين. ومن ضمن أيضا الأنشطة والبرامج اللي قدمها المعسكر الصيفي تدريبات عملية، منها مثلا الإنقاذ، السلامة المنزلية على سبيل المثال. وأيضا تحتوي البرامج على ورش عمل تخدم هذه الفئة وتناسب سنهم. نعم. مثلا مثل إدارة الوقت، صناعة القادة على سبيل المثال. وأيضا هناك مجموعة من الزيارات لمختلف الشركات الوطنية والمصانع في البحرين لتعريف هذه الفئة العمرية بدور هذه المصانع والشركات الوطنية أو الخاصة ودورها في الاقتصاد البحريني. كما أن احنا لم نقفل أيضا اللي هو الجانب الترفيهي، هناك زيارات ترفيهية. جميل. على سبيل المثال إلى محمية العرين وإلى جنة دلما المفقود على سبيل المثال. ولأول مرة هالسنة تم التعاون مع اتحاد البحريني للسيارات، وهذه كانت نقلة نوعية في المعسكر. جميل. النقيب العلود، أنت كنت تتكلم من قبل شوي عن خصوصية تتسمى بها البرامج الموجهة للإناث، في شنو تتمثل؟ يعني احنا قد ما نقدر احنا كفريق عمل نسائي نشرف على العنصر النسائي، فطبعا البنات يحتاجون خصوصية أكثر،
يحتاجون برامج تناسب ميولهم. يعني هم حاليا حتى منفصلين عن الذكور، في لهم مكان معين، ولكن هي نفس البرامج، نفس البرامج، لكن مثلا في المحاضرات حتى مثلا مقر انعقاد المحاضرات وورش العمل تكون في مكان خاص اللي هي في احد مدارس ال يعني تقصد ان في فصل، يعني في فصل وذكرنا فلهم محاضرات، ولكن مخصصة. بالنسبه حق البرامج والانشطه الموجهه هي نفسها، هي تقريبا نفسها. في برامج مماثله وفي برامج تناسب ميول البنات، مثل تعلم فن الاتيكيت، مثل فن القيادة، الرسم، فنون الرسم، هذه البرامج اللي خصصناها حق العنصر النسائي والفتيات. جميل. النقيب عبد العزيز، يعني هل في دعم أنتم تتلقونه، دعم معنوي من قبل المؤسسات الرسمية الأخرى أو المؤسسات الأهلية ذات العلاقة؟ أكيد مثل ما تفضلت، طبعا أول شيء بتوفيق من رب العالمين ودعم القيادة، ثم هناك مجموعة من الجهات اللي تدعم هذا البرنامج، صح؟ يعني ما اقدر انا اذكرهم كلهم، ولكن ممكن اذكر لك العدد تقريبا 130 جهه ما شاء الله. نعم، من شركات طيب. نعم، ومؤسسات وجمعيات ومراكز تدريبيه تدعم هذا المعسكر الضخم. ما يسألني، لان انا اوجه لهم الشكر امانه من خلال قناه البحرين على دعمهم، على مساهمتهم في نجاح هذا المعسكر للعام السابع على التوالي، واتمنى ان هذا التعاون يستمر يعني اعوام قدام، اساس ان احنا نحقق الهدف اللي ان شاء الله نبي نوصل له ان شاء الله. النقيب العنود، يعني شنو دور المراه العسكريه اليوم من خلال هذا المعسكر تحديدا، وايضا شنو دورها تجاه الرساله او الموجهه طبعا للمجتمع واللي تهدف الوزاره، وزاره الداخليه المقره من خلالها الى تحقيق شكل من اشكال الشراكه المجتمعيه. دوركم انتم اليوم كعسكريات؟ طبعا دور المراه العسكريه خاصه في هاي البرنامج، احنا شكلنا فريق عمل نسائي تابع لوزاره الداخليه، تكون من ضابطات، من افراد، من تلميذات عسكريات. اشتغلنا أساس أن إحنا نوصل لتحقيق الهدف والرؤية اللي رسمناها في البداية من وراء البرنامج. وطبعا المرأة اليوم بالنسبة لدورها في برنامج المعسكر الصيفي ساهمت في إعداد البرامج، في تنسيق مع الجهات، في الإشراف العام على التلميذات المشاركات في البرنامج، وكمرشدات اجتماعيات، مرافقات للتلميذات في كل جولاتهم وفترة وجودهم عندنا. فكان لها دور بارز في إنجاح المعسكر، خاصة بعد ما تم ضم العنصر النسائي في المعسكر من فتيات. وزارة الداخلية المقرة تسعى من خلال هذا المعسكر لتشكيل أيضا شكل من أشكال الشراكة، لتوطيد، لتفعيل الشراكة المجتمعية. المرأة بلا شك لها دور طبعا ودور مهم وحيوي في هذا الجانب. نقيب عبد العزيز، إلى أي مدى استطاعت وزارة الداخلية المقرة من خلال هذا المعسكر تحديدا أن يعني تحقق مراحل متقدمة على صعيد الشراكة المجتمعية؟ طبعا ولله الحمد، الشراكة المجتمعية على صعيد وزارة الداخلية بدأنا فيها من سنوات سابقة، وما زلنا مستمرين فيها. ويعني واحنا في وزارة الداخلية نمارس او نطبق الشراكة المجتمعية على جميع المجالات. وبالنسبة حق المعسكر الصيفي، اولت وزارة الداخلية حق هذا المعسكر طبعا عدت فعاليات في الشراكة المجتمعية، من ضمنها على سبيل المثال زيارة المستشفيات، زيارة المرضى في المستشفيات الحكومية، أيضا من ضمنها تنظيف السواحل، أيضا من ضمنها زيارة أو تنظيف دور العبادة والمساجد في جميع المحافظات الأربع في البحرين. هذا دل على يعني اهتمام وزارة الداخلية
بتغريد جميع يعني أطياف المجتمع من خلال هذه الفعاليات. جميل. نقيب العنود، احنا تكلمنا على مستوى دور المرأة من خلال المعسكر الصيفي، لما نتكلم اليوم على مستوى يعني سعي وزارة الداخلية الموقرة لتحقيق وتفعيل الشراكة المجتمعية مع المجتمع، شنو دوركم انتم كعسكريات؟ طبعا المرأة العسكرية اليوم تقف بجانب زميلها لتحقيق أهداف وزارة الداخلية والرؤية. فطبعا المرأة اليوم نص المجتمع، فالمرأة تساهم شفتوا شلون احنا متعصبين لكم من زمان، احنا نقول اليوم احنا نقولك من زمان بالنسبة للدنيا. فالمرأة لها دور واضح يعني في وزارة الداخلية بشكل عام، في الحفاظ على الأمن، في يعني في أماكن معينة تحتاج المرأة العسكرية. جميل جميل. احنا تقريبا وصلنا للختام، كلمة أخيرة وباختصار إذا سمحت. طبعا شاكرين لكم أول شيء حسن الاستقبال والضيافة، وأنا يعني عندي كلمة شكر إلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة على دعمنا لهذا المعسكر الصيفي من بداية انطلاقته في 2009 ليومنا هذه. كما توجه بالشكر طبعا إلى سيدي معالي وزير الداخلية وإلى سيدي رئيس الأمن العام، وأتمنى إن شاء الله أن احنا نرتقي بهذا المعسكر للأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. نقيب العنود باختصار أشكر لكم حسن استضافتكم، وأشكر لكم أنكم أتحتوا لنا الفرصة أن احنا نطرح تجربة المعسكر الصيفي، وأتمنى أن أولياء الأمور يحاولون أنهم يشاركون أبنائهم في مثل هاي البرامج اللي تسعى إلى استغلال أمثل الإجازة الصيفية. إذن كان معنا اليوم في الاستوديو النقيب عبد العزيز الدوسري، ضابط الانضباط والإشراف العام للذكور، والنقيب العنود بن علي، ضابط الانضباط والإشراف العام للإناث. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك. مشاهدينا فاصل ونتابع.